شكاوى متواصلة تتلقاها المؤسسات الحقوقية من المواطنين لحالات تعذيب وسوء معاملة. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رصدت 60 شكوى خلال آذار الماضي، 52 لدى المباحث العامة التابعة لجهاز الشرطة في غزة، وثماني حالات في الضفة الغربية. الموضوع هي المسائل والمحاسب من أهم الموضوعات اللي يعني ستسلط عليها هذه الورشة الضوء، يعني في ظل غياب المسائل والمحاسبة أعتقد لا يوجد هناك أي قيمة للتوقيع على اتفاقية مناط التعذيب. أعتقد التوقيع يعني هناك التزامات، هي المسائل والمحاسبة وإعداد إجراءات وسياسات والتشريعات، وأعتقد أنه يعني نحن متفائلون ونتأمل أن يعني تشهد المرحلة القادمة يعني انخفاض وحتى يعني انعدام لحالات التعذيب في فلسطين. قيادة جهاز الشرطة التقت مؤسسات حقوق الإنسان وبحثت في الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين الناشئة عند انضمامها للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. مجرد ما اجت الشكوى لا بتم فحصها حسب الأصول، وهذا الديوان المظالم اللي موجود عندنا في الشرطة هي دائرة موجودة بكل مكوناتها، يعني بكل أقسامها بكل فروعها، وهي المكلفة أنها تفحص أي شكوى بطريقة مهنية في هذا الجانب وتستقبل. رغم أنه في بعض الحالات إحنا بنلمس أوقات في بعض الناس ممكن يكونوا مبالغين، بديش أقول أكثر من هيك، وفي المقابل كمان عندنا ضباطنا أوقات أو شرطتنا كمان نفس الشيء أوقات بتاخدهم العزة بالإثم. خلينا نقول الاتفاقية تشمل ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وتنكيل على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن فلسطينياً يبقى الانقسام عثرة في وجه ما يمكن تحقيقه من مناهضة التعذيب في الضفة وغزة. لتلفزيون القدس، كنان عيسى، رام الله. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.